حياكم الله على بلاير 1 ما لعبكم ومقدمكم المعتاد محمد جفري. وفي هذا الفيديو اتوقع واضح انه الوضع تجربة للعبة المنتظرة وبشدة، ريميك الجزء الثاني من سايلنت هيل، مع الشكر لكونامي توفيرهم نسخة المراجعة لبلاير 1. وقبل المراجعة المفصلة اللي راح تكون بإذن الله إما بكرة أو بعده بالكثير، حبيت إنه في هذا الفيديو ناخذ تجربة مطولة للعب واستكشاف خفيف لمنطقة المستشفى، المنطقة اللي تقريبا توصل لها بعد 6-7 ساعات من التجربة حسب لعبك وحسب الصعوبة. Is that a gun cabinet in a hospital? Yeah, but it's empty. مستشفى محتاجة بنادق، لكن على الأقل هذا معناه أنه راح نلاقي بندقية هنا على ما يبدو. المهم، فحبيت أنه في هذا الفيديو الوضع يكون تجربة على بعض مناطق المستشفى. راح نشوف الأعداء الموجودين، نحل بعض الألغاز الرائعة في اللعبة بصراحة، الألغاز اللي فعلا تجبرك تفكر. فهذا الهدف من الفيديو، وإن شاء الله تستمتعوا فيه ويعطيكم فكرة مفصلة أكثر عن الريميك وعن الأشياء اللي يقدمها. طبعا احنا الآن مع الأخت هذه اللي تعرفنا عليها قبل دقائق من وصولنا للمستشفى، بنبحث عن بنت صغيرة مسبب صداع لنا من أول، بنجري وراها في كل مكان وهربت إلى هذا المبنى. يا سلام على الإضاءة الجميلة. اوكي، لانه في مشاكل في المفاتيح، فمطلوب من جميع الموظفين انهم يحفظوا الرقم السري، فهذا يعني انه احنا لازم نكتشف ايش الرقم السري. اما فيما يخص المراجعة يا حبايب، فبإذن الله راح تكون يعني قريب جدا، اما بكرة او بعده بالكثير حسب الدعسة في المونتاج وفي ما الى ذلك من الامور، فما راح اتأخر عليكم بإذن الله. طيب، مثل ما ذكرت، هذا الأخ جيمس جاي لمدينة سايلنت هيل لأنه لقى رسالة من زوجته اللي مفروض إنها ماتت قبل 3 سنين. طبعا الأمور كلها غير مبشرة وتدعو إلى التفكير، لكن جيمس قرر إنه يجي لهذه المدينة ويشوف إيش الموضوع. طبعا أنا من الأشخاص اللي يعني كنت محظوظ إني لعبت اللعبة الأصلية في وقت إصدارها، فبالتالي العودة مرة ثانية للريميك مع التقنية اللي حصلت طبعا، لكن نتمنى مع الحفاظ ايضا على الميزة اللعبة الاصلية انها تكون عودة ممتعة وجميلة. يا ساتر على صورة الممرضات اللي تخليك تخاف تخش هذه المستشفى. طبعا الخريطة تعتبر يعني هي كل شيء في سايلنت هيل، هي البوصلة وهي قائمة المهام وهي اللي تدلك كل شيء. الله الله، اوكي هذا حق التخزين. وهذا القفل اللي قرينا عنه. بالله عليك، كتبت لك الكلمة السرية بشكل ممكن تحفظه، ممرضات دكتور أشجار. أوكي، هذه واضحة، هذا معناه لازم اللوح اللي شفناها حق الممرضات عددهم هو اللي يرمز للرقم السري، حتى كتبها شوفوا على الخريطة. أوكي، الدكاترة 2 والممرضات 7. لا بس معجب في هذه الصور يا متخلفة، عفوا. طيب الدكاترة أكيد من 1 لـ9، فخلينا نشوف نجرب. إذا ما تبى تعرف الحل سوي سكيب 10-15 ثانية للمقطع عشان تحلها بنفسك. فهي 7 ممرضات، دكتورين، والظاهر 4 أشجار. طيب بما اننا اخذنا مفتاح البيسمنت نجي نشوف ايش فيه.
أما في الكلام يعني عن الانطباعات الأولية، فبصراحة بعد مثل ما ذكرت هذا الجزء من اللعبة بعد حوالي 6 أو 7 ساعات فالأمور جدا مبشرة. أنا عندي دائما أهم شيء في ألعاب الرعب هو عنصر الاندماج، إنه اللعبة تخليك تندمج فعلا في العالم في التفاصيل، لأنه ساعتها هذا الشيء هو اللي يخليك فعلا تتوتر أو ترعب. اوكي لازم نشغل المصعد على ما يبدو. فبالتالي هذا العنصر اللي بتكلم عنه من الاندماج صراحة يعني تم تقديمه لحد الان بشكل ممتاز. تفاصيل العالم، الميوزيك، الاصوات، اشياء كثير ايجابية لحد الان. وين كان يعني في بعض المشاكل التقنية الخفيفة اللي تحس كأنه كان اللعبة محتاجة. اوكي هذا المولد ومحتاج بنزين، يعني تتوقع كان محتاجة شدة شوية اللعبة في بعض المناطق ممكن، لكن نكمل التجربة للنهاية ونتكلم شوف فين كان هذا الوحش التصميم الغريب، وحش الأربع أرجل. عموما مثل ما كنت أقول إنه الكلام عن الأمور التقنية وأي مشاكل من هذا الجانب راح تكون بشكل مفصل في المراجعة، لكن بشكل عام مستمتع جدا حتى الآن. خصوصا انه اتوقع الاستوديو بلوبر تيم اتوقع طبعا الآن لقينا البنزين، فخلونا بس نعبي الامور ونتأكد انها هتعدي على خير وارجع لكم في النقطة اللي كنت اقولها. They're coming. وينهم؟ إيش اللي ذيركم؟ وينهم طيب؟ Let's check out that elevator. اوكي خلنا نهرب بس ما في قاتل، ما حد، نحافظ على الرصاص النادر. فمثل ما كنت تقول انه استوديو بلوبر تيم عنده تحدي صعب، وهو انه يحافظ على الروح واللمسة المرعبة والمقلقة اللي كانت موجودة في اللعبة الاصلية، وانه ايضا يستغل التقنيات اللي حصلت في 20 سنة. فبالتالي هنا موازنة يبغى لها اتقان تام عشان ترضي الجمهور. فراح نشوف اذا قدروا يحققوا هذا التحدي الصعب، لأنها يعني لعبة ألهمت الكثير من الألعاب صراحة، وكل ما أنا بلعب أكثر كل ما لاحظ بعض الأشياء اللي واضح أنه تم استلهامها خصوصا في آلان ويك، آلان ويك 1 و 2 بما أني لعبتهم قريب. فتلاحظ كيف سايلنت هيل 2 أثرت على نوع الرعب والبقاء عموما. ايضا صراحة واحدة من الايجابيات اللي ما كنت متوقع اني يعني راح تعجبني هو شخصية جيمز، التمثيل الصوتي لجيمز جدا ممتاز صراحة، خلاني كذا اهتم فيه شوية، ونشوف اذا هذا الشيء راح يستمر للنهاية او لا. طبعا كل الشخصيات اللي راح تقابلهم في هذه المدينة نقدر نقول عنهم مجانين وفي الضياع، ولا واحد فيهم طبيعي ولا حتى جيمس طبعا. I'm sorry. That's fine. What's going on? Are you hurt? It's nothing. Probably just a hangover. Maybe you should rest. Yeah. Okay. طيب بما اننا تخلصنا من الاخت المزعجه دي اللي ما لها اي لزمه، نرجع نستكشف المستشفى ونبحث عن البنت الصغيره هذه اللي مسببه لنا ازمه. طبعا شوفوا الخريطه تعطيك مؤشرات مهمه زي ما قلنا، فالظاهر طريقنا Where is that girl?
طبعا صوت الراديو كل ما يقرب منك احد الوحوش كان ولا زال من عناصر التوتر الاساسيه في اللعبه. هذول الممرضات المشاهير خلي انا قاعد احاول كنت زي ما انتم شايفين احافظ على الرصاص باكبر شكل ممكن لانه الرصاص ما هو بالكثرة اللي تتوقعها واذا اسرفت فيه فحتتعب. بس نتأكد انها انتهت تماما. طيب احنا لازم نروح مكتب المدير. ما هذا؟ إبرة ملوية. طيب لها استخدام أكيد. ناخذ الرصاص. يا سلام هذا الكلام عطني. ولكن برضو راح نستخدمها. إيش نستخدمها؟ بتحفظ وبترشيد لاستخدام الرصاص البندقية. نستخدمه فقط ضد الوحوش الأقوى. يا أخي الأصوات شيء مرة مهم في ألعاب الرعب، ومن حسن الحظ هنا أنه تم تطبيقها تماما بشكل ممتاز، خصوصا مع الدول سينس. استخدام الدول سينس صراحة جيد. كيف صوت الراديو يطلع من اليد؟ دائما نعطيها الضربة كذا الأخيرة اللي تتأكد إنها اتدمرت. يا ليل. أبغاها تجي برا عشان لا يكون في حد غيرها. بس اخلص علينا، طولت معاك انت وضيعت علي رصاص. اوكي سورة مو واضح. ايش هذا؟ يا ساتر. مقزز جدا تصميم هذا. رجلين ورجلين. Why won't they help me? Why do they keep me here with them? ليش ما يساعدوني ويخلوني هنا معه؟ طبعا هذه نقطة للأسف نتمنى جدا مع عودة كونامي انها تتعدل، وهي غياب دعم اللغة العربية. وصلنا الى مكتب مدير المستشفى المجنونة ذي. فايش عندك؟ اوكي هنا راح نستخدم الاساور، بس باقي لي اثنين.
هذه ايش هذه؟ لغز على ما يبدو انه واضح انه لغز. واضح انه ناقصني شيء فيه، ناقصني الزر زي ما انتم شايفين، في واحد ناقص، فبالتالي ما راح نقدر نحله الان. فنمشي من هنا الان ونرجع له. ايه ما حيمديني اسوي شيء، نرجع له في وقت لاحق لما نجمع الاساور ونجمع الزر الاخير. هذا شكله الدكتور المجنون اللي هنا. هنا حفظ، وذا باب مغلق. طيب مكتب المدير شكله مكتب جدا مهم، وراح نحتاج نرجع. فخلونا نستكمل جولتنا في المستشفى ونبحث عن الأشياء المطلوبة. اوكي احنا جمعنا الان، انا اخذت لفه صراحه. طبعا هذا الفيديو راح يكون ممنتج لانه ما ابغى احرق كل شيء عليكم، وفي نفس الوقت ما نبغى يكون اطول من اللازم. فالان انا جمعت صوره الاشعه الناقصه هنا، ومن خلال ترتيبها الصح طبعا رتبتها بناء على الخطوط الموجوده على السبوره زي ما انتم شايفين. الاكس تكمل، فبالتالي هذه الصوره مكانها صح. هنا هذه الثلاثه خطوط، وهذا الجمجمة جاية مع الخط هذا صح. فيبقى لنا الأخيرة ذي المفروض، أيوه الآن صار عندنا كومبينيشن 4 7 12. أوكي إحنا الآن محتاجين نستكشف المستشفى عشان نلاقي الأساور الخاصة بالثلاثة مرضى المميزين للدكتور المجنون. وهذا كله ليش؟ عشان نلاقي البنت، البنت اللي ايش؟ اللي ما احنا عارفين هي مين ولا ايش تبغى اصلا. عموما اخذنا كلمة سرية اخر شيء يمين. يا ساتر، ممتاز. هذه كمان اسورة. اوكي وعندي مفتاح هذا برضو ايضا اخذته. اوكي هذا بالمسبح. نستخدم المفتاح الخاص بالمسبح. فمثل ما ذكرت انا حبيت انه الفيديو ايضا ما يكون يعني كامل للمنطقة، شوية مونتاج عشان لا تنحرق المنطقة بالكامل على اللي حابب يرجع يخوضها. عفوا نتأكد انك ميت. ما احب انا شغل الجثث دا يسوري فيها انه ميتين ويقوموا لما تاخذ الغرض. صحيح في نقطة مهمة جدا عجبتني من بداية اللعبة، وهي انه في خيارات تخصيص كثيرة جدا. يعني الصعوبة مثلا تقدر تخصص صعوبة الوحوش والألغاز بشكل منفصل. لا ما احنا محتاجين نتقاتل معاه، خلينا نهرب. عندي كل الأساور الآن، وأتوقع أفضل شيء نسويه إننا نهرب للمكتب. طيب الآن نرجع بالأساور الثلاثة، هذه الأولى هذه الثانية وهذه الثالثة. طيب لازم برضو بترتيب معين الظاهر. يا حلاوة طيب ممكن لازم الأرقام تكون عم واجهانا.
خلينا أول شيء نحط الأرقام إنها تواجهنا زي اللي جاي حسب الخط هذا. لكن الآن يبغالنا أيوة هي 92 71 45، لكن الترتيب ما أدري حقعد أبدل لين تزبط، لأنه واضح إنها مفروض تكون مواجهة هذه الجهة. لكن إيش؟ أيوة أيوة هذا الترتيب. ستوريج روم، اوكي هذا المفتاح، الباب اللي على اليمين هنا. خلاص خلصنا من اليد. حقيقة لازم ان شاء الله كونامي في العودة هذه الطيبة مع ميتل جير خصوصا لسه لازم يرجعوا لدعم اللغة العربية، ونتمنى الاهتمام في هذا الشيء. لو يستوعبوا بس حجم الجمهور موجود هنا لسايلنت هيل وميتل جير، فنتمنى فعلا انه يتم دعم الترجمة العربية، خصوصا انها لعبة يعني بصراحة العناصر القصة وعناصر قراءة الرسائل وما الى ذلك جدا مهمة. فهذا تقريبا واحدة من الاشياء اللي كنا نتمنى انها تكون افضل، وبقية الأشياء اللي كنا نتمنى أنها تكون أفضل بتكون في فيديو المراجعة. أما الآن خلونا نحاول نفهم هنا. طيب الفكرة واضحة أنه هذا الأسد لازم يترتب بالشكل الصح، لكن أنا اللي محيرني هذه ذيل هذا ولا إيش، ولو أنه كده شكله مرتب هنا. تعال يمين، ايوه كذا الذيل هذا مو ذيل، هذا مو ذيل. اوكي الجسم قاعد ينبني صح، فخلينا نستمر في تقديم هذه لان انا شايف الصورة مترتبة صح من ورا. يا سلام طلعت نار مش ذيل. طيب ايش استفدنا الان؟ شايفين سجلها على الخريطة وسجل ارقام الاساور حق المريضات، وهذا الزر حق الآلة اللي هناك. طيب اول شيء نحط الزر. انا عندي 9 رموز تحت على اليسار، هل هذا ترتيبها يعني؟ هل نجرب؟ بس هنا بس 6 خانات، معناته في شيء ماني فاهمه وفي شيء غلط، او ممكن في 3 رموز لازم نستبعدها. شايفين انتو تحت 9 رموز 6 خانات، معناته في 3 رموز اضافية لازم تحذف، بس على اي اساس تحذف ولا ايش الترتيب؟ انا الان قاعد احاول احطها ممكن بهذا الترتيب مع حذف اخر 3 مثلا. طيب اوكي اتوقع اني فهمت المطلوب بعد تفكير طويل. اتوقع انه الارقام المرضى هي الخانات، لانها 6 خانات مع الارقام، فلازم كل رمز له رقم موافق حسب ترتيب الكتب، ومن خلالها نبدلها بارقام اكواد المرضى اللي كاتبها الاخ، والمفروض هذا الحل، لأنه كل شيء ينطبق. 6 خانات 9 أرقام، أنا مسجلها عندي في ورقة هنا بصراحة. يا سلام ضبطت لغز، هذا اضطرني أجيب ورقة وقلم وأكتب الرموز والأرقام، وهذا الشيء جدا جميل.
الغاز صراحة تتطلب تفكير، بس جميلة. نروح السطح. يا ساتر على الظلام الدامس. ما في شيء هنا ولا هنا. رصاص. طيب مي 9 مطر، الوضع تمام. مي 10 لسه مطر. مي 11 لسه مطر، لكن الأدوية خلته يشعر أنه مريض. هذه شكلها رسالة من أحد المرضى المحبوسين هنا. كان مذكرات. مي 12 رين. مي 13 الدكتور جاء وقال أنه لازم يخرج قريبا، وأنه المفروض يكون سعيد لكن هو خايف. هذا المريض كان عنده شعور أنه في شيء حيحصل. طيب يعني احنا جينا السطح ليه؟ عشان ايش؟ يا حلاوة. يا وجه الهرم الكلبي. بس الظاهر انه رمانا في المكان المطلوب او في الدور المطلوب. ممكن الان راح يبان. ايوه سامع صوت البنت المزعجة هذه اللي من اول تهرب. شوف جميل ايضا انه الخريطة الاشياء اللي يخلص منها يشطبها، فما تحس يعني بضيعان زيادة عن اللزوم. ممتاز، عندنا كمية جلاء علاجات طيبة. جاهزين لأي طارئ يطرأ. حتى الآن الاقتصاد في الأسلحة وفي العلاجات جدا ممتاز، لأني عندي شعور أنه ما خلصنا من رأس الهرم هذا. ممكن نشوف. يعني عادة الألعاب هذه ما تجهز لك غرفة واحدة فيها علاج وثلاثة رصاص، يعني اثنين رصاص. هذا تجهيز لما هو قادم، ما فيها واحد اثنين. طيب خلنا نروح عند لورا المتخلفة هذه اللي أزعجتنا. بس أبغى أتأكد إنه يا ساتر هذه الغرف حقت الحالات الصعبة. My name. Eddie told me. That big fat blabbermouth. Laura. Why do you keep running away from me? And how do you know about Mary? I just do. What's the big deal? Why can't you just tell me? You gonna yell at me if I don't? No. I won't. Please just. I need to know. Thank you.
إيش هذا المخلوق الغريب؟ كيف حنضارب مع هذا؟ عموما خلونا نركز في قتال الزعيم هذا، نرجع لكم بعد النهاية. خلصنا منه تقريبا مع نهاية الطلقات. يا ساتر على التصميم العجيب للوحش المقزز. طبعا يا حبيبي واحد ثاني. طيب اتمنى انه هذا المقطع المطول لتجربة ريميك سايلنت هيل 2 كان ممتع لكم، أعطاكم فكرة عن نوعية الريميك، إيش يقدم، كيف طريقة اللعب وما إلى ذلك، سواء للعب اللعبة الأصلية أو اللي راح تكون أول تجربة لي هذه المرة.
وبإذن الله مثل ما ذكرت في قادم الأيام غدا أو يوم الثلاثاء بحد أقصى راح أشارككم المراجعة المفصلة والشاملة للعبة. وإذا عجبكم هذا المقطع وحبيتوا مقطع تجربة ثاني لأحد المناطق المختلفة، فكل اللي عليكم ادعموا هذا الفيديو عشان نركز على العمل على مقطع آخر. وكالعادة شكرا على المشاهدة.